مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من مصر جميلة على الهواء مباشرة. والنهاردة الأربع الموافق 7 فبراير 2024، كمان النهاردة يوم مميز، ليلة الإسراء والمعراج. ليلة الإسراء والمعراج بتبتدي من المغرب النهاردة الموافق 26 رجب 1445، وبتنتهي عند فجر يوم الخميس الموافق 27 رجب 1445. كل سنة وحضراتكم طيبين. يعني يوم زي ده بيستجاب فيه الدعوات وربنا بيحقق فيها الأمنيات، ودايما بنقول اللهم جبرا لقلوب لا يعلم بألمها إلا أنت. قبل ما أقول لكم فقرتنا النهاردة هقول لكم خبر مهم جدا هنتكلم عليه. الحقيقة الخبر ده من الأخبار الهامة جدا اللي يعني مصر كلها متهيألي انبسطت بهذا الخبر. قرارات هامة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. الرئيس السيسي وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل. أولا، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهريا. ثانيا، زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيها بحسب الدرجة الوظيفية. ثلاثة، علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها وبتكلفة إجمالية تصل إلى 11 مليار جنيه. كمان حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة وبيزداد قيمته ل 50 جنيه لكل درجة ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة بتكلفة 37.5 مليار جنيه. تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120,000 من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى. كمان 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات. أيضا 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي تتراوح من 325 جنيه إلى 475 جنيه. 1.6 مليار جنيه كمان لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية. أيضا الخبر اللي من ضمن يعني الموجود معايا القرارات الموجودة 4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهناك وأيضا التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر طبعا للمهن الطبية، وزيادة تقترب إلى من 100% بدل السهر والمبيت. 15% زيادة في المعاشات و13 مليون مواطن لكل 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالي 74 مليار جنيه. كمان قرار تاني 15% زيادة المعاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال السنة دي 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي 2024-2025. كمان عندنا رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه. عندنا كمان مزيد من التفاصيل معنا مداخلة الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد واستشاري البنك الدولي. مساء الخير يا فندم. ألو. مساء الخير. مساء النور، الصوت كويس كده يا فندم؟ كويس، اهلا بحضرتك. طيب تمام. ماشي يا فندم. حضرتك على الهواء معانا حاليا دلوقتي. اتفضل يا فندم. طب حضرتك قول لي، طبعا القرارات الهامه ديت اللي طبعا يعني اثلجت صدور الشعب المصري، قول لنا حضرتك على زياده 50% ده هيكون يعني ازاي هتتم؟ يعني لو تقول لنا تفاصيل اكتر ازاي هتتم؟
يعني خلينا بس ننظر إلى هذه الحزمة اللي أنا في تصوري أنها يعني حزمة شاملة جمعت كل الفئات في المجتمع المصري، ويمكن سواء من حيث الأرقام التي وردت فيها بالمبالغ المخصصة للدعم أو حتى فيما يتعلق بالقطاعات التي استهدفتها، ويمكن تصنيف هذه الحزمة باعتبارها يعني أكبر حزمة اقتصادية للمساعدة الاجتماعية حدثت منذ سنوات طويلة. يمكن طبعا من حيث الشكل العام بتأتي هذه الحزمة من خلال توجه أو حرص القيادة السياسية على التداعيات الاقتصادية التي فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية على المواطن بشكل عام، وحالة التضخم اللي بيعاني من ويلاتها العالم كله. يمكن طبعا زيادة الحد الأدنى من الأجور بهذه النسبة اللي بتصل إلى 50% بحد أدنى 6000 جنيه، ده واحد من أهم المعايير التي تؤكد أن هناك إرادة سياسية حقيقية تتماشى وتتواكب مع برامج الحماية الاجتماعية، اللي يمكن إلى حد كبير تطبيق هذه البرامج في ظل الظروف الاقتصادية الحالية على المستوى الدولي يعني بيضع محددات كبيرة على كثير من الدول. لكن الدولة المصرية يعني منذ بداية تبنيها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وعلى يعني مرور كثير من الأزمات المالية العالمية منذ الكوفيد، وأنها لم تتوقف عن دعم أو تقديم برامج للحماية الاجتماعية، صارت على التوازي مع برامج اقتصادية يمكن أثرت بشكل أو بآخر على متوسط ومحدود الدخل، لكنه كان في النهاية هناك حزمة اقتصادية وحزمة للحماية الاجتماعية تسير على التوازي مع هذه البرامج لتخفيف حدة التداعيات الاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. يعني برضو توضيح أكتر، 50% زيادة هتتم إزاي؟ يعني زيادة عن المرتب الأساسي 50%، الكل بيتساءل هتتم إزاي الجزئية دي، لو حضرتك تقول لنا أكتر. يعني يمكن منذ فترة ليست بالبعيدة شهدنا صدور مثل هذه القرارات اللي كانت أيضا بتتناسب مع برامج حماية اجتماعية لتخفيف التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، وما يحدث الآن من استكمال هذه التداعيات جاءت برامج يعني تتمتع بقدر كبير من المرونة للدولة المصرية. يمكن زيادة 50% هي في حد ذاتها يعني لو أفردنا السلسلة الزمنية من برامج الحماية الاجتماعية والنسب الخاصة بزيادة الحد الأدنى من الأجور، حندرك أن هذه الزيادة هي الزيادة الأعلى، خصوصا أنه حيتم تطبيقها بداية من الشهر المقبل، وده معناه أنه الحد الأدنى للأجور للموظف أو للمواطن يعني حيصل إلى 6000 جنيه بحد أدنى تواكبا مع الأوضاع الاقتصادية. لكنه كمان الحزمة القرارات لم تستهدف الموظفين أو المستهدفين بقانون الخدمة المدنية فقط، ولكن شملت كافة القطاعات سواء ممن يحصلون على المعاش أو معاش تكافل وكرامة، حتى أعضاء هيئة التدريس والعاملين في المراكز البحثية، المعلمين، العاملين في القطاع الطبي وقطاع التمريض، أيضا فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية كانت طبعا واحد من أهم القرارات التي صدرت فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية. لكن جملة هذه القرارات هي رقم كبير سوف يمثل يعني عبء على الموازنة العامة، لكنه زي ما ذكرت لحضرتك في البداية أنه هذا أو هذه أيديولوجية الدولة الاقتصادية منذ أن تبنت برنامجها للإصلاح الاقتصادي، تتخذ مجموعة من القرارات الاقتصادية اللازمة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية على المستوى العالمي، لكنه يسير معها بالتوازي مجموعة من برامج أو حزم اجتماعية تهدف بشكل أساسي إلى تقليل تبعات أو تقليل يعني حدة هذه القرارات خصوصا على متوسط ومحدود الدخل. تمام، بشكر حضرتك. طبعا بشكر دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد واستشاري البنك الدولي، شكرا لحضرتك.
ده كان أهم خبر، وطبعا أكيد خبر يعني بيثلق قلب كل مصري لأنها شاملة كل القطاعات الحقيقة. النهاردة هقول لكم فقرتنا، فقرة هتكون فيها جو روحاني جميل جدا، هيكون معانا المبتهل عبد الرحمن أشرف بمناسبة طبعا ليلة الإسراء والمعراج. الفقرة الثانية هيكون معانا كمان الكاراتيه المصري، وهنتكلم عن منتخب الكاراتيه المصري اللي حصل على 5 ميداليات في مباراة في بطولة هامة جدا. طبعا البطولة حصل فيها في باريس، هنتكلم أكتر عن هذه البطولة، وكمان صعد للتصنيف العالمي المركز الثاني بعد اليابان. وطبعا احنا كلنا عارفين اليابان هي يعني مركز للعب الكاراتيه، فلما تبقى مصر هي حاصلة على التصنيف الثاني بعد اليابان طبعا ده إنجاز كبير جدا وشرف للمصريين. هنروح لهذه الفقرات لكن بعد الفاصل.